يستفيد حوالي 756 طفلاً وشاباً من المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للتخييم صيف 2024، هذا ما أكده المدير الجهوي لقطاع الشباب سوس ماسا على هامش زيارة لمركز الاصطياف أجلو بإقليم تيزنيت. هذا البرنامج الذي انطلق يوم فاتح يوليوز الجاري يمتد على 5 مراحل إلى غاية 30 من غشت المقبل. المديريه الجهويه والمديريه الاقليميه ديال تيزنيت تاخذوا واحد المجموعه ديال الاجراءات والتدابير لتعبئه كل الموارد البشريه واللوجستيكيه باش انه تمر 5 المراحل ديال موسم التخييم ابتداء من فاتح يوليوز الى 30 غشت في احسن الظروف. بالنسبه للمرحله الاولى عندنا جمعيه الجيل الجديد من العيون وعندنا مركز حمايه الطفوله ديال اكادير اللي تيقضيو هذه المرحله الاولى في احسن الظروف. هذا وعلى المستوى الوطني يستفيد من البرنامج الوطني للتخييم خلال الصيف الحالي أكثر من 80,000 مستفيد موزعين على شبكة مكونة من 37 مركزاً تغطي كافة جهات المملكة، كما يغطي البرنامج مجالات المخيمات القارة لليافعين والدورات التدريبية والاصطياف التربوي وجامعات الشباب وأنشطة القرب والتدريب الأساسي ولقاءات لتقوية القدرات، وذلك بإشراف من لجان مراقبة وتتبع متواصلة وتتبع للمدراء الإقليميين والجهويين للشباب